خو صباح الخير عليكم، كي صبحتوا هانيين مهنيين. اليوم حنا كنتواجدوا في الموسم ديال ابي الجعد. هذا هو الموسم ديال ابي الجعد، كي معروف بهادشي ديال الفرعرن وهادشي ديال الشواء وديال الخياله، واول مره كنجي ليه ما نكذبش عليكم بصراحه الله. وهاد الفيديوهات كنحط لكم راه زوينين وفي ما يتشاف، باش لعل ولا عسى شي نهار يهزك الحال وجي لهذا الموسم فين ما يعمر جي ليه. موسم زوين، موسم غير ليا فريد من نوعه، ولكن اللي عجبني فيه هو هادشي الطريقه ديال كيفاش كيديروا اللحم في الفرارن. اللهم بارك، شوف تبارك الله، شوف تبارك الله، هذا تما بوحدهم تبارك الله. شوف الطريقه ديال تبارك الله، اللهم بارك كيفاش كيخدموا، الله يسهل عليهم. طريقة زوينة، تحية الناس بالجعد واحد واحد، تحية السمالة وتحية الناس كيحبونا كاملين. اللهم بارك كيفاش كيخدموا، طريقة زوينة وأحسن موسم شتو. أنا أول مرة كنجي ليه، ومن هذا العام ابتداء اللي شاف هذا الفيديو اللي جي لهذا الموسم راه كاين فيه ما يتشاف، وكاين فيه ما يتشاف ديال بصح بالليل وبالنهار، بالليل السهرة ومع الصباح ما كاين عارك الخيل وتفرجي فهادشي ديال الفرارن. وتحية للحريفية الصناعية، وتحية لكم، تحية للحريفية والصناعية اللي كيضربوا تمارة وكيتعذبوا. تحية للمعلم ديالهم، الباترون ديالهم هو هذا، هادو ديالو ولادو كلشي خدامي، الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم الرزق، والله يعاونكم، الله يجيب لكم الرزق. ندورو لكم عاد دراري، اللي شاف الفيديو بارطاجيه، هذا غير بارطاجه مزيان، ولكن غير تبعيه من الاول حتى الاخر بغيتي تشوف الموسم. طريقه مع الصباح كينوضوا كيشعلوا العافيه هنايا، ملي كتشعل العافيه كيبداو يرميو في البهيم، كيفاش كيرميوهم. دابا هادو عمرو واحد فيه 15 واحد فيه 14. دابا الخوي محمد هو هذا بلاتي، المعلم محمد هو هذا اللي كيخدم هادشي ديال الفرارن ديال اللحم المشوي في الفران. وتحيه الناس اللي كضرب تماره، وتحيه الناس بالجعد واحد واحد. وهانتوما الفران الاول راه عمر فيه 15 فيه ماده، اللهم بارك، الاخر فيه 14. انا غنوريكم الطريقه اخرى كيفاش كيعمروا هالكسيبه الاخرى فين كاينه. شو اللهم بارك وزيد في ذلك. اليوم في موسم بالجعد، زاهية وديما زاهية وديما زاهية وديما زاهية في موسم بالجعد، والله العظيم أول مرة كنشوف هذا الموسم. اللهم بارك وزيد في ذلك، وتحية الناس كتخسر أموال، مرحبا بكم. هذوك تا هما راه عندهم فرارن ديالهم. تفضل عمرو بالماء. الموسم الناس كتسرج الخيل باش غادي تمشي تلعب، وغادي تدور عندكم واحد الدوار مالي الخيل. شوف اللهم بارك، سخونة مسكنة جاية تفور، شحال كيطلب ديال الوقت؟ ساعتين، ساعتين وثلاث. ها تاع المعلم هو هذا، ثلاثة السوايع ساعتين ياك، ثلاثة السوايع. اللهم بارك وزيد بها. كاين شلة فرارن هنايا، الناس ديال هادشي ديال الخيالة، كل واحد عنده، كاين اللي عنده ثلاثة البهايم، ربعة البهايم، خمسة، بحال السيدة اللي عندنا حنا عندها جوج بهايم بتباب الله، اللي جينا معاها حنا عندها جوج بهايم. وطريقة زعما واحد شي حاجة واعرة الإخوان الأخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو اللي كاين في الموسم ديال بالجعد. موسم واعر صراحة، أول مرة كنجي ليه، موسم واعر. الطريقة كيفاش كيرشوه بالماء، ها الطريقة كيفاش كيرشوه تاهي بالماء، هادي كيعطيو الماء للكعط، كيديرو الكعط باش ما يعمرش غيس. خاصها هنا هي الأخرى، هي الأولى، ويجي خاصها تبقى هنا تتجي بالأخرى. صافي دابا اللي مشات ترمى، مشات ترمى. الطريقة ديال الرمي راه درت لكم فيديو ليه، ها هذا هو هبا مسكين، هبا ها.
طريقة ديال الرمي الدراري كيفاش كيرميو كسيبة حيد حيد طيب ليش تيسنا مش خاص شو كدير الأرض بل شو كدير بل شو كدير بل شو كدير طريقة كيفاش باش كدير لها سير يا شو تلبن بل كحر من لك تكير خلم تكيت تاكيدة تكيت تاكيدة سبت الخلم ما غطى سير جيب 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 ما تخافش ما تخافش هذا لا قال البلاصه اللي ما فيهاش خيلة ما بدور فوق خيل جايين نور لكم هذا الخيل إن شاء الله خير إذن مع الصباح ثم كيسرجو ثم زادو مشو ل هذا اليوم السبت ثالث يوم في الموسم اللهم بارك وزيد بذلك اللي ما باش يخرج صلى الله عليه اللهم بارك كل فيديو عنده معنى ديالو كلام ديالو ذوق ديالو الطريقه ديال الشوا الاخوان ملي كيردموهم في الحفره كيعطيوهم واحد الوقت كيعاودوا يزيدوا فوقهم العافيه فوق القصديره باش يعطي لهم الصه الثاني باش يهود لهم الصه هي الطريقه باش غيتشوهم مزيان كيضرب واحد ساعتين او ثلاث سوايع وتحيه لهذا موالي الشوا مرحبا هيدا 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 هيد